طيب دكتور، احنا طلعنا الدور الثاني، ايه العيادات بقى اللي هنا؟ عندنا عياده الاسنان الاولى والثانيه، ومعانا عياده امراض العيون، والعياده الثانيه لامراض النساء والتوليد. تمام. طيب شوف عياده الاسنان، لكن قبلها يعني احنا تحت سمعنا من سيده انها جايه من مسافه، جايه بالعربيه ساعتين من بره مدينه جوبا. هل في قوافل بقى بتروح لهم بتنطلق من هنا ولا لا؟ عامه المرضى اللي بيرتادوا المكان هنا مش من جوبا بس، دي اول معلومه، اللي بيجوا من اماكن تانية كتير زي ما حضرتك قلت. التنسيق برضو مع وزاره الصحه السياسيه، وزاره الصحه المصريه باشراف القياده السياسيه، ان دايما يبقى فيه على يعني بالتناوب قوافل طبيه بتيجي مش في جوبا بس، برضو بتنتقل للاماكن، بتروح للولايات التانية البعيده، بتروح للولايات البعيده، وفي يعني ده يعني مستمر بالتنسيق مع وزاره الصحه المصريه. ده ممتاز. نروح لعياده الاسنان، احنا واقفين قدام واحده من العيادتين. الاسنان دي محتاجه تجهيزات، وهل الاجهزه كلها موجوده؟ كل حاجه متاحه؟ الاجهزه موجوده، وهنشوف حضرتك دلوقتي لما ندخل، وكل حاجه متاحه بالنسبه لعياده الاسنان، والفريق اللي موجود فريق الطبي ما شاء الله يعني. طيب ممتاز، ممكن نستاذن بقى. حاضر. مساء الخير. زي صحه دكتور، يعني اعتقد الطبيبه الوحيده كده، انا اول طبيبه اشوفها هنا في المركز. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كله تمام؟ تشرف بحضرتك. دكتوره رضوى الجنزوري، اهلا بيك. مالك قد ايه هنا؟ داخلين على سنه اهو. سنه؟ اه لسه يعني، فاضل لنا شهر كده. بخير ان شاء الله، بالسلامه. الله يسلمك، ربنا يكرمكم. الحقيقه دور مهم. اكيد. هي اساسا الاسنان برانش جديد في جوبا، بناء على طلب واحتياجات دكاتره اسنان وعياده اسنان في المكان، فعلى اساسه اتعملت العياده. يعني الحالات هنا واضح ان بيجي لكم بالتالي حالات كتير اسنان يعني. طبعا، في اقبال وبيزيد كمان مع الوقت. بتعملوا كل حاجه؟ كل حاجه، حشوات وعمليات جراحيه صغرى، حشو عصب، حشوات اللي هي العاديه، الفيلينجز العاديه، وكمان اشعات اسنان. امريكان سباين؟ مش الدرجه، مش درجه الكوزماتكس، حاجات البيزكس يعني، علاج تحفظي وجراحي. ربنا يقويك. ربنا يخليك. ممكن نرحب بالمريضه ولا صعب؟ ممكن ولا واخده بنج؟ لا لا لا، لسه احنا بنعمل دايجنوزس بس، لسه في البدايه في الاول. طيب مساء الخير. مساء النور. الف سلام عليك. الله يسلم. انت بتشتكي من ايه؟ من اسناني، ضرسي. عارف وجع الضروس ده حاجه فظيعه. صح كده؟ صح. الف سلام عليك. الله يسلم. اول مره تيجي العياده هنا ولا؟ انا قبل كده جيت العياده، والعياده كويس، الادويه كويس، والمريض ذاته بتشوف الأدن كويس، كل حاجات كويسه. كويس، كله تمام، بحبه يعني. الحمد لله. الدواء هنا سعره كويس والاشعه؟ الدواء سعره كويس والعلاج كويس، الحاجات كله كويسه. بالمناسبه احنا في الاشعه، انا لفت نظري، لان احنا في الاشعه كنا بنقول بنسال، فقالوا لنا ده في قسم الاشعه. تمام، احنا عندنا اصلا اجهزه جهاز الاشعه واليونت، وعندنا جهاز يعني تقريبا هي العياده مجهزه بكل الاجهزه اللي محتاجينها للاسنان، بلس كمان الماتيريالز كلها متوفره وبكميات كمان. مش فكره التعقيم، لان دايما عياده الاسنان من اهم الاشياء فيها هي التعقيم. فارجوك طمنينا اجهزه التعقيم. جهاز التعقيم ده يعني يعني اللي هيبقى فاهم، هو جهاز غالي جدا وبروفيشنال جدا. طبعا كلاس بي يعني، فلا التعقيم عندنا هنا، ويمكن دي من الحاجات اللي بتخلي الناس اصلا تيجي لنا، لانها بتبقى مطمنه اكتر للمكان وللخدمه. ده غير طبعا ان احنا الاسعار بتاعتنا اقل بكتير من بره. لا 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 خالص، سنانك تمام. اوكي يا سلام، تنور. مش سيم، متشكره، نورت. الف سلام عليك. الله يسلم. شكرا 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 جزيلا. السلام عليكم. الله يسلمك يا دكتور. دكتور، رجعت عيادة العيون، اهميتها هنا ايه ومدى الاقبال عليها؟ لا، الاقبال يعني عادي جدا زي بقيه العيادات، وفي ناس كثيره جدا بيرتدوا على عياده العيون، وفي عندنا جهاز ما كانش موجود بدا موجود دلوقتي، اللي هو جهاز عشان عمل النظارات، قياس النظر. ومعانا دكتور محمود ان شاء الله دلوقتي هيقول بقى باستفاضه كل الايه الحاجات المتاحه في العياده. اتفضل. السلام عليكم. طب احنا اسفين لو كنا قطعنا الكشف، ممكن؟ عامله ايه؟
طب عبال ما الدكتور يخلص اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه؟ كويسه. اسمك ايه؟ اسمي ماري. اهلا يا ماري. شكرا لك. بقالك قد ايه في العياده؟ 5 سنين. 5 سنين؟ ياه ما شاء الله. حلو. رايك ايه بقى في العياده دي؟ الحمد لله عياده جميل وهم بيعالجوها اهلي كويسه وانا عليهم معاهم سنين كتيره ومشارك كل حاجه معاهم كويسه الحمد لله. الناس هنا مبسوطين يا ميري بالعياده دي بالمركز؟ هم مبسوطين قوي قوي الحمد لله. كل العلاج كويس. هم بيجي بيرفعوا في قروش نص الغيمه بياخدوا علاج. حتى نحن ذاته بنتقالت هنا يعني انا بتقالت ساي ابني بيتقالت ساي اهلي يمكن بيدفعوا نص قيمه. بيدفعوا نص قيمه. طب انا عارف ان الكشف هنا ب 5 جنيه سوداني. و5 جنيه سوداني تقريبا لو نزلت ما تجيبش بيهم حاجه ولا ايه؟ ما بيجيب ولا حلاوه. ما بيجيبش ولا حاجه ولا حلاوه. اللي هو 5 جنيه مش بيجيبها حلاوه. فانت شايفه ان ده قيمه كويسه والخدمه؟ قيمه كويسه الحمد لله. والدواء كويس؟ والدواء كويس. نروح للدكتور؟ طيب. مساء الخير. تشرف حضرتك. الدكتور محمود محمد الدسوقي اخصائي طب وجراحه العين بالمركز الطبي المصري بجوبه. نطمن بقى على المركز وعلى الاجهزه وانا شايف ما شاء الله في حاجات محترمه. هو اولا العيان بيجي يخش هنا اولا المركز العياده مجهزه على احدث مستوى الاجهزه كلها على احدث مستوى الموجوده وكل الاجهزه بتاعت العياده نفسها موجوده بتاعت الروان نفسها. العيان اول ما بيجي هنا بيقعد الاول نعمل له قياس نظر عن طريق العلامات وبعد كده بنحطه على جهاز الكمبيوتر عشان ناخد له مقاس نعمل له بعد كده لو عنده مقاس لو عنده ايرور ريفراكشن مقاس نضاره نعمله له بنعمله عن طريق شنطه العدسات الموجوده هنا وبعد كده بيقعد على المنظار الشقي اللي هو السيت لامب هنا عشان نفحصه لو عنده مشاكل في القرنيه او مشاكل في ملتحمه العين او بيتم تشخيص تقريبا معظم امراض العيون او كلها عيون يعني عياده متكامله عياده روما متكامله متكامله ما فيهاش حاجه فيها ناقصه يعني تمام وبعد ما نفحصه هنا بعد كده بنعمل تشيك اب على فحص قاعد على قاعد العين وبعد كده على ضغط العين عشان لو عنده مشكله في الجلوكوما مثلا او مشاكل في الشبكيه نتيجه السكر او الضغط او اي مشاكل ثانيه او مع السن بنقدر نشخصها. طبعا عندنا جهاز برضو فاهم مقياس ضغط العين عن طريق الهواء عشان منع العدوى ده اير باف تونومتر على احدث مستوى برضو موجود. العياده بتقدم خدمه شامله كامله للعيانين كلهم. لكن لو احتاج جراحه مثلا جراحه ميه بيضاء مؤخرا بدات تخش موضوع الجراحات هنا في العياده المصريه الحكومه الوزاره والقياده السياسيه في مصر بدات تدخل موضوع جراحات العيون زي عمليه الميه البيضاء اشهر حاجه موجوده هنا يعني في العمليات بدات تخش مؤخرا بقى طريق قوافل وبقوا سايبين حتى لدرجه ان هم سايبين هنا الميكروسكوبات والالات بتاعتهم كلها عشان يشتغل بيها طول الوقت. اعتقد ردود افعالهم لما بتتعمل عمليه ويقدر يشوف كويس طبعا الموضوع بيختلف جدا لان معظم هنا بيبقى جاي عنده حاجه اسمها ماتشور كاتركت اللي هو كاتركت من الدرجه الرابعه اللي هو خلاص تقريبا العين بيضت يعني من كتر الميه البيضاء الموجوده فيها. فتاني يوم بعد العمليه انت بتيجي تشوفه هو بيبقى منبهر يعني فكره ان انا ابقى شايف كنت شايف دوبك حركه يد قدام العين بس وبعد كده اقدر اشوف قدامي مثلا كام متر مثلا او كده. لا الموضوع بقى مختلف جدا فالامور الحمد لله كويسه. غير بالاضافه دوت ان احنا بنكتب لهم العلاج من هنا بيصرفوه من الصيدليه المصريه الموجوده تحت فده طبعا بيجيب نتيجه يعني الحاله اللي معانا بقى لها اسبوعين كانت معانا كشف قبل كده وجاي النهارده تتابع وممكن تساله على رد افعاله يعني. طيب اهلا بيك. مرحبا بك يا اخي. اهلا بيك. ان شاء الله في سلام عليك. وعليكم السلام ورحمه. ان شاء الله انتوا كويسين. والله احنا كويسين. طب انتوا كويسين؟ والله يا اخي احنا مبسوطين شديد جدا جدا بزيارتكم لنا هنا في جنوب السودان. ان شاء الله يعني يكون متواليه تضامن بين وادي النيل وجنوب السودان. طمني على عينيك كل الاخبار. انا جيت لاخ الدكتور جيت الاسبوع الفات فاداني ادويه فالان يعني 7 يوم انتهى انا جيت له راجع ليله. 7 يوم الفات ده يعني ما بطال حسب بيكو كويس ما بطال تحسن في حسن يا في جفاف في العين اداني الدواء بتاعه والحمد لله الحمد لله. نعم هي القصة كلها ان هو عنده جفاف في العين وعنده تغيرات كده في القرنية نتيجة درجة الحرارة المرتفعة هنا مع السن شوية فده بنديله وترات من المرتبة للعين مع بعض الوترات التانية تقدر تصلحه الموضوع شوية بياخد وقت عشان كده هو بيتابع معانا يعني. لا بس سن ايه ما شاء الله شباب يعني. شكرا جزيلا شكرا جزيلا ربنا يوفقك يا اخي. السلام عليكم. لينا في جنوب السودان مرحب بكم. الله يخليكم. اهلا بيك في المركز الطبي وان شاء الله تكون الخدمه تليق بيكم يعني وان شاء الله تكونوا مبسوطين. يا سلام يا اخي. المركز الطبي مصري قوي قوي شديد لينا نحن كجنوب السودان. نحن بنلقى الدواء بتاعنا كويس بنلقى العلاجات بتاعنا كويس يعني الحمد لله يعني. جينا صغير بجيبه بلقى الدواء بتاعه. زول كبير بجيبه بلقى الدواء بتاعه. فده الشيء المطلوب اللي عندنا هنا بس فاضل بس حاجه بسيطه العمليات بس العمليات يا ان شاء الله
العمليه. واحنا بناشد والله اهو وانت معانا، بناشد القياده السياسيه، بناشد الحكومه المصريه وزاره الصحه المصريه وكل الاجهزه المسؤوله عن المركز الطبي ان شاء الله انها توفر عمليات قريبا. دكتور نشأت، يمكن بقى دكتور نشأت عنده خبر. خبر يا فندم، زياره السيده وزيره الصحه السيده الاستاذه الدكتوره هاله زايد وعدت فعلا ان يبقى في انشاء مستشفى هنا ان شاء الله في الجنوب. مستشفى؟ مستشفى في الجنوب عشان متكامل باذن الله ان شاء الله، ولو في بقيه الاجهزه اللي مش موجوده هتوصل على احدث الاجهزه ان شاء الله. الحمد لله كده، يعني اعتقد كده مبسوط ان شاء الله يبقى في مستشفى وعمليات جراحيه وكل حاجه. امين 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 ان شاء الله. الف سلامه. شكرا لكم. شكرا يا دكتور وربنا يكرمكم ويجازيكم كل خير. شكرا لحضرتك. شكرا يا ميري. شكرا. باي باي يا ميري. طيب دكتور، يعني الحقيقه بعد اللي شفته وبعد اللي سمعته جوه في عياده العيون، يعني الحقيقه مش عارف اشكركم ازاي، واشكر كل من فكر ونفذ وادار هذا المكان الصرح الانساني قبل ما يكون صرح طبي. هو طبعا الشكر الاول والاخير طبعا للقياده في مصر، القياده السياسيه في مصر وللسيده الاستاذه الدكتوره وزيره الصحه. فعلا يعني الناس هنا زي ما قلت لحضرتك على ارض الواقع حضرتك شفت بصراحه، يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله المزيد والمزيد من الخدمات وشبه يعني المجانيه. والله يا دكتور ابسط حاجه يعني، وانا بسال يعني بوري للساده المشاهدين ده، ابسط حاجه هي الدكك الخاصه بانتظار الناس، يعني تعرف مدى الاهتمام من ابسط التفاصيل زي ده. الديسك ده حاجه محترمه زي ما حضراتكم شايفين، حتى لو في انتظار، حتى الانتظار تحته واندرو برضو جاب لنا الصوره، يعني الناس قاعده بشكل ادمي بشكل محترم، الديسكات محترمه شكلها نظيف كبيره، فده شيء الحقيقه بيدل ان في اهتمام حقيقه، بيدل ان في اهتمام، لان هو النيه اساسا ان احنا نعمل خدمه طبيه جيده وخدمه للشعب الجنوبي عشان نحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل لهم اقصى ما يمكن من خدمه طبيه واجهزه يعني ان شاء الله. دكتور نشأت، انا مره ثانيه بشكر حضرتك على الجوله دي، وبشكركم وبشكر كل الاطباء والاداريين والعاملين في المركز الطبي المصري في جوبا. انا بشكر حضرتك وبشكر اخونا الاستاذ اندرو على زياره قناه سي بي سي، واتمنى ان شاء الله المزيد من الزيارات ان شاء الله. ان شاء الله متشكر، ونكون يا رب كده يعني ان شاء الله نقدم لكم حاجه كمان يعني اكثر تقدم من اللي احنا فيه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك وعيد سعيد، وارجوك انقل معايدتنا لكل الاستاف. كل سنه وحضرتك طيب. سنه وحضرتك طيب استاذ عمرو، كل سنه وحضرتك. شكرا حضرتك.